إذا كنت شاب في مجتمعنا لا شك أنك شوي مضغوط لأنه في جيش وراك عم بستنى حفلة عرسك. مع ذلك بينت دراسات محلية إلى أنه متوسط سن الزواج ارتفع من أوائل العشرينات إلى فوق 29 عند الذكور وفوق 26 عند الإناث. سألنا الناس إيش برأيهم السبب في ذلك. ليش عم بخف عدد المتزوجين؟ المصاري بسبب الأوضاع اقتصادية، مش عم يأمنوا حالهم بكير أنه حيقدر أنه يتزوجوا أنه بكير أو هيك. تكاليف العرس الغالية كتير، إمكانيات المواطنين ما بتسمح إنه يفتحوا بيه. بدك وقت لما تلاقي شغل وتكون نفسك بعدين تفكر تتزوج. أنا أعتقد إنه الحد الأدنى الآن للزواج بكل متطلباته بحدود يمكن 10,000 دينار، تحدث عن المهر وتوابعه والحفلة، أعتقد لا يقل عن هذا الأمر. لأنه نفرض إنه متوسط الدخل 250 دينار، كم يحتاج الشاب حتى يوفر هذا المبلغ؟ ومع أن الأكثرية بتشوف أن الغلاء المعيشي هو سبب التأخر في الزواج، ولكن في أسباب أخرى عم بتصعب من لقاء فارس الأحلام. بالنسبة للبنات مش عم تلاقي أنه الشاب اللي بتمناه أو كل مواصفات اللي تتمناها تلاقيه بالشاب أو هيك. بطلوا البنات زي كأنهم قاعدين بالبيت بيستنوا الرجال يجي يخطبهم، صار هن أكتر عندهم مسألة اختيار في الموضوع. يعني البنات صاروا مستقلين أكتر فكرياً ومادياً، ف يعني مش مستعجلين. في بعض البنات وأنا وجدتهم بيحبوا بعد التخرج، لا سيما إنه يعني بعد ما تخرجوا من الجامعة صار في نوع من الانعتاق عن الأهل، صار في نوع من الحرية، وهي عارفة إنه مؤسسة الزواج لاحقا في نوع برضو من التضييق سواء عند الأهل، فبدأ تأخذ فترة من الحرية بالعمل والانطلاق في المجتمع، وهذه موجودة عند بعض البنات. انتشار التعليم بالذات التعليم العالي عند الفتيات بصورة خاصة هو أدى إلى ما أسميه أنا بارتفاع إجباري لسن الزواج. الآن الشاب أو الفتاة عندما يتخرج من دراسة جامعية يمكن عمره ما بيقل عن 22 إلى 23 عام، وبالتالي هذا سيؤثر على سن الزواج في المستقبل. كان السابق الإنسان الذكر في داخله في الاشتياق لمعرفة الآخر اللي كان يجهله بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية السابقة في المجتمعات اللي كانت مغلقة ومحافظة جدا، فما كان يقدر يعرف الآخر، فكان هو الزواج الباب الوحيد اللي يقدر يتعرف فيه على الآخر ويكون هالعلاقة مع الآخر، فكان بيسهله بسن الزواج. في شروط كتير عم يحطوها الأهل ممكن انه تخليه انه في سبب عائق كتير كبير بين اي اثنين بيحبوا بعض او ممكن انه ياخذوا بعض. وفي منه انه بتكون نفسيته انه مش حاب يتجوز، بس في رغبه انه يعني تستكشف الناس يعني جزء مهم من حياتها العمليه والاجتماعيه والشخصيه قبل ان تدخل في مساله الزواج، لانه كما تعلم هو ارتباط يعني شبه نهائي يعني.